استقبلت ثانوية الزيتون الإعدادية بجامعة تاغموت عمل طاطا طلبة وأطر ماستر مهن وتطبيقات الإعلام استقبالا حارا داخل فضاء مؤسستها التي تخللتها مجموعة من الأناشيد قدمها تلامذتها، وكذا كلمة من طرف أطر كل من المؤسسة والماستر. جينا باش نستقبلوا الطلبه ديال الماستر ديال المجموعه، وجدنا شي جديه مربعين اللي كانوا موجودين هنايا، جيب هادي اش غنديروا هادي، ولكن ملي كنديروا هاد الشيء هذا باش حنا الهدف ديالنا كلشي هادشي خليه ربا، الهدف ديالنا هو نوصلوا هذوك لي زاتولي اللي غيديروا الطلبه مع التلاميذ. واش تفهمنا ولا لا؟ كاين واحد الحاجه ما كاينش في الدماغ ديال التلميذ نقلتيها لي مزيان، سي تانا جو دو بلوس. هي فرصة إذن لتلاميذ المؤسسة للاستفادة من ورشات تكوينية في مجال الإعلام كالتحرير الصحفي، الصورة، والتوضيب التي تعتبر من الركائز الأساسية للصحفي المتمرس، كما تعتبر مجالا للطلبة للاحتكاك مع الآخر بالإلقاء والتواصل، ما يجعل منه مصدر المعلومة المكتسبة داخل فضاء الجامعة. ورشات تجاوب معها تلاميذ المؤسسة بتفاعلهم الذي يبرز اهتمامهم بمجال السمعي البصري. دابا يلاه خرجنا من عند تلاميذ ثانوية إعدادي الزيتون، درنا لهم واحد ورشة حول كيفية كتابة المقال الصحفي، تطرقنا لهم عن أنواع المقال الصحفي والفرق ما بين مقال صحفي ومقال أدبي، وكذلك درنا لهم واحد مثال للمقال الصحفي، وكانت الاستجابه ديالهم مزيانه وطرحوا عدد من التساؤلات. اليوم قدمنا اتولي انا والزميل ديالي عبد الرحمن في تقنيه التصوير، والحمد لله كان واحد التجاوب مع اطفال ديال اعداديه الزيتون المتواجده في منطقه تاغموت. فمن خلال الاتولي قدمناه بالنسبه لثلاثه ديال الاقسام، وكان واحد كما قلت كان واحد تجاوب كبير، كانت تجربه فريده من نوعها صراحه وما كرهناش تعاود مره اخرى. لاتولي ديال المونتاج كان الهدف ديالو هو اعطاء تلاميذ الاعداديه بعض التعاريف حول مهنه المونتاج، بالاضافه الى تقريبهم من الميدان السمعي البصري، وكذلك حاولنا نعطيهم بعض التقنيات المستعمله في المونتاج. الملاحظه ديالي هو كان واحد التجاوب كبير من طرف التلاميذ الاعداديه، وكانت عندهم رغبه كبيره انهم يتعرفوا على الميدان السمعي البصري، لكن ما كانش الوقت بزاف، ما سمحش لنا الوقت اننا نعطيوهم معلومات اكثر. كنتمنوا ان شاء الله تعطينا فرصه اخرى في نعاودوا نزوروا هذه المدينه ونعطيوهم معلومات اكثر. رغبه تلاميذ المؤسسه تعلم اساليب وتقنيات العمل الصحفي يؤكد مدى الوعي الراسخ لديهم في سنوات يبقى العلم فيه اخر الاختيارات.